السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على من اتبع الهدى وسلك طريق الإيمان. أهلا بيكم ومرحبا في قناتكم الصحة والجمال وبرنامجكم الأسبوعي حكاية ولاد البلد. أخباركم ويا رب تكونوا بخير وسعادة. النهاردة حلقة حبيت أكون فيها لوحدي، ما أجيبش فيها ضيف، لأن الحلقة فيها موضوع شيق، موضوع بنتألم منه في الشارع، في البيوت، في المستشفيات، في أماكن كتير قوي حبيت أتكلم فيه معاكم. هنفتح المكالمات الخارجية والأرقام للتواصل هتكون ظاهرة على الشاشة إن شاء الله بإذن الله. أتمنى التفاعل والتواصل، وكل من له كلمة في هذا الموضوع أتمنى أن هو يشاركني حلقة النهاردة. ولكن في البداية عندي مجموعة من التهاني ومجموعة من رسالات الحب والتقدير. بدايتها أجمل تهنئة لأجمل بنوتة بنتي حبيبتي أم فواز بعيد ميلادها، أعادها الله عليها وعلى أسرتها وأولادها بالخير واليوم والسعادة. ابنتي ابن أم فواز هي صديقتي وحبيبتي وكاتمة أسراري، بحبها يا رب إن شاء الله بإذن الله أعياد كتير قوي تكوني سعيدة ومبسوطة. وتحية لزوجها الرجل محترم، وطبعا أحفادي فواز وفهد. تاني تهنئة هتكون لزميلي وأخي الصدوق الجدع المحترم، عشرة السنين طريق الخير وطريق لبيوتنا مفتوحة لبعضها، الأستاذ عصام عطا، وهو أيضا رئيس تحرير برنامج حكاية ولاد البلد. بقول له كل عام وإنت طيب، كل عام وإنت في حضن أسرتك وأسرتك بخير وصحة وسلامة. بعد كده عايزة أوجه رسالة شكر وتقدير، رسالة حب للدكتور منصور خليل مدير مستشفى الهرم لتعاونه مع المرضى، تعاونه المتميز مع الناس، باب مكتبه المفتوح. اتقابلت معاه لبعض الحالات، لقيت فعلا أب وأخ وليس مدير مستشفى. برسله من هنا من حكاية ولاد البلد رسالة شكر. تاني رسالة شكر وتقدير وحب لرجل خدوم، أيضا رجل وطني بيحب بلده، صادق في تعاملاته، وهو دكتور محمد رشاد عميد معهد التعاون الزراعي بشبرا الخيمة. رجل بجد عايز أقول له ألف تحية شكر ليك. تعاون مع الطلبة، مع الأهالي، مع الحالات الصعبة، مع اللي ما عندهم ظروف مادية أو شخصية، باب مكتبه مفتوح للصغير قبل الكبير. بشكره وبتمنى ليه عام دراسي موفق. ألف تحية شكر ليه. ألف تحية شكر لكل مواطن مصري جدع، لكل أب وأم، لكل ابن، لكل راعي بيراعي رعيته. موضوع حلقتنا النهاردة وهو الشباب. الموضوع بجد بقى وحش قوي ورخم قوي. ابتدينا نشوف في الشوارع شباب بيتمايل ويتساقط، بنشوفهم في الباصات، بنشوفهم وبنحزن عليهم. طبعا باني عضو من اعضاء كتله ائتلاف القاهره علاج الادمان بالمجان، فكنت بزور برضو بعض المستشفيات، فكنا بنشوف حالات تصعب على الانسان جدا. فعايزه اقول لك واقول لك واقول لكل اب وكل ام، البدايه احنا، البدايه ما نقولش ابننا انا بثق فيه، لا اثق فيه لكن تابعه. ما تقولش ابني متربي استحالة يشرب، ابنك متربي لكن ممكن يشرب. لا تتكابر ولا تتفاخر، تابعه شوفه. ما تقولش ابني انا بثق فيه بديله فلوس، لا 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 بس انا عارف هو بيروح فين وبيجي منين. طب انت عارف فلوسه راحت فين وجت منين؟ طب هو رايح ياخد الدرس بتاعه. صعب ان انت تتصل بالمدرس وتقول له يا ترى ابني وصل ولا لا، اداك الفلوس ولا لا. يا ترى صعب ان انا اشارك ابني ان انا ظروفي المادية مش عندي ويبقى متابع معايا. صعب عليا ان انا اتعرف على اصحابه واعرف بيته، بيوت اصحابه، واقعد معاهم وهم ييجوا عندي.
عشان اقدر انتقي للاصدقاء اللي يكمل معاهم المسيره؟ صعب عليا ان انا اصادقه او اصادقها وافتح حليبه بالغرفه واقول لا ده نايم مش عايز ازعجه، لا ده بيذاكر، لا ده سهران عشان بيذاكر. لا مش صعب، احنا اتربينا على ده ان احنا نفتح الباب على الغرفه ونشوف. احنا ممكن دلوقتي الامور واسعه شويه، ده احنا كان بيوتنا ضيقه ولكننا كنا واسعين بحبنا لبعض، فمش صعب. النهارده بقينا نسمع اسامي غريبه قوي، فودو وشادو وستروكس وايس، حاجات تركيبات غريبه جديده علينا كلها مواد كيميائيه. طب يا اخي انت ما بتفكرش قبل ما بتشرب الكلام ده؟ كشاب ليك اسره، ليك كيان، ليك نفسك، هتشرب نهايتك ايه؟ نهايتك حاجه من الثلاثه، يا سجن يا مصحه يا موت. لو جينا للثلاثه، مصحه هتترمي فيها مدى الحياه او هتطلع وتخرج، ادي عمر بيضيع من ايديك وفلوس بدل ما تعمل بيها مشروع تقف بيه على رجلك هيتصرف على علاجك. انت دمرت نفسك ودمرت اسره، وبالنسبه للمجتمع انت منبوذ مش حابينك. هناخد مكالمه ونرجع نتكلم مع بعض. معانا الشاعر الجميل الاستاذ علي النجاري. السلام عليكم. الو استاذ علي. استاذ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك. اهلا بيكم منورين. ربنا يخليك يا استاذ علي، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. والله ايه رايك يا استاذ علي في شبابنا والحرب عليهم؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انا بقدم تحياتي ليكم. حضرتك اعلاميه متميزه وبرنامجكم هادف. ربنا يحفظك. وعنده رساله مهمه جدا، وده دور الاعلام، فانا بحييكم في ده اولا، يعني كل اسره البرنامج وبرسالتكم المحترمه الراقيه. ربنا يخليك يا استاذ علي. اتفضلي سؤال حضرتك. سؤالي ايه رايك في الحرب على الشباب بالنسبه لموضوع الادمان واللي احنا شايفينه؟ استاذه والله اقول لحضرتك حاجه، اولا الشباب هم يعني العمود الفقري لاي مجتمع. تمام. ولاي امه عموما يعني. تمام. فطبيعي يعني هيبقى في عليهم هجوم، هيبقى في عليهم يعني دايما اللي عايز يضرب شعب او يضرب امه او كده، يعني يبقى التركيز كله على الشباب. شبابنا يعني بصراحه الله يعني عندهم في حاجات عندهم كتير مش ما بقتش حلوه، يعني التراث العادات والتقاليد والقيم والاخلاقيات والمسن اللي احنا تربينا عليها. تمام. المتوارثه. يعني بتحس للاسف انها قلت. صحيح. وبالتالي ده استلزم مجهود من اللي زي حضراتكم يعني. ماشي، شكرا يا استاذ علي للمداخله، وشرف ليا وجودك معانا النهارده في مداخله تليفونيه مع حكايه ولاد البلد، بشكرك. قلنا المصحه وقلنا المال اللي هيروح في علاجك ايا كان حجمه، يا ترى جه ازاي؟ بشقه اب وشقه ام، وبوكا اب وبوكا ام، وضياع عمر، حرام انه يضيع في مصحه. هنقول السجن، وهي الحكم النفس عن نفس، وان انت بقيت انسان مسجل خلاص، يعني مستواك كله ضاع، شبابك كله اصبح مهدد في كل لحظه وانت ماشي. اللي كان مسجون عشان ايه؟ عشان سيجاره؟ يا اخي سيجاره ايه؟ اشرب كوبايه لبن، اشرب كوبايه عصير، ابص لدنيتي، ابص للاسره اللي ممكن تتدمر، ممكن اخت تتساب بسببك، ممكن ام تموت بسببك، اب يعني يتوفى او ممكن يمرض بسببك. انت نفسك بقيت هش، بقيت اي حد يقرب منك يقولك لا 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 بلاش الواد ده طريقه مش سليم، بقيت حاجه كده مهمشه ملهاش لازمه. طب الحاجه الثالثه وهي الموت، والموت علينا حق، وكله بيموت بقدرة القادر
بوقته بنصيبه. تمام، لكن قالها انا جاهز للموت، جاهز اقول لربنا انا مت ليه، جاهز وهو بيقول لي صحتك دي انت ضيعتها في ايه، وانا يوم ما خدت روحك خدتها وانت في ايه، وهتبعث عليها. الله، يعني انت في الثلاث حالات خسران. طب ما انا ما اقدرش الحق نفسي، ده احنا يا جماعه بقينا نسمعها في الارياف، في الصعيد، في وجه بحري، يا الاماكن اللي كنا بنقول استحاله ان حد فيها لو شرب سيجاره يشربها تحت بير السلم، بقينا نسمعها. اخر حاجه زميل ليا كان في فرح بيقول لي انا ادوني حاجه اسمها فوليه، وقلت لهم ايه دي، وعرفت انها مخدر. ايه الاسامي الغريبه اللي علينا دي؟ ايه اللي بيحصل لينا يا شباب؟ انتوا عارفين ان انتوا زي بالظبط سلاح ضد مصر، يعني انتوا بالظبط السلاح المضاد لينا. انا بحارب مصر بيكو، بضرب مصر بيكو، مش مجرد صاروخ، ده انتوا اشد من الصاروخ، لان انا يوم ما عدوي يدخل لي جيش يقف ضده، طب ده جيشي منين؟ من الشباب، مش هجيب ناس كبيره تدافع عن مصر. فانت يا اخي مش عارف تدافع عن بيتك وعن نفسك، هتدافع عن بلد ازاي؟ اي صاحب مصنع او شركه هيقبلك تشتغل عنده، مين ده؟ هيبقى قلقان منك 3000 درجه. ليه؟ مع ان ممكن يكون فكرك ووعيك وتربيتك افضل بكتير من ناس كتير، لكن انت حجمت نفسك، حطيت نفسك في صندوق كله مهملات وانت في وسطه. متخيل ان انت تطلع من المهملات دي ازاي؟ لازم تنظف اللي حواليك عشان تقدر تنظف. انتوا عارفين اللي بتشربوه ده ايه؟ عباره عن بنج، مواد كيماويه، بودره صراصير، مهدئ تيران. ايه يا جماعه ده؟ ايه ده؟ دي احنا بنقول في مواد خطر في بعض المشروبات الغازيه وبعض العصاير، فما بالك بمواد كيماويه انت بتشربها وبتنزل صدرك، بتنزل معدتك، وبتدخل جسمك. هعمل ايه عشان اخرج منها يا استاذه؟ انت بتكلمينا بس احنا خلاص دخلنا في الموضوع. طب ما تشوفي لنا حل. ما الحل في ايدك يا اخي. هو انت لما بتروح مصحه بيحصل لك ايه؟ بتتحط فين؟ في حاجه اسمها ايه؟ ديتوكس، اللي هو ايه؟ اعراض الانسحاب. ايه هو اعراض الانسحاب؟ بيديك ادويه معينه بقدرات معينه طبيه عشان تنام لحد ما السم ده يطلع من جسمك. طب ما يا اخي اعمله في البيت وخد العلاج ده في البيت وسط اهلك، هتاكل لقمه نظيفه، واب وام مش هيبكوا ليل ونهار ان ابنهم مش في حضنهم، وفلوس بتطلع انت ما تعرفش هي جايه منين، ايا كان كميه الفلوس اللي عندهم انت اولى بيها. اتنين بيكبروا في العمر، يكبروا على حس مين؟ على حس مال بيطلع لك. يا اخي حرام عليك، يا اخي حرام عليك، دمعت امك وهي نايمه على المخده كده بتقول يا رب يا تخلصني منه يا تشفيه. تخيل ام بتدعي على ابنها يا تخلصني منه يا تشفيه، انت فين من ده؟ تخيل اب بيخرج يمشي في الشارع كل ما يشوف شاب كويس يا رب انا عملت ايه يا رب ابتلتني في ابني. الابتلاء حلو ونعمه وفضل من عند ربنا، لكن الضنا صعب قوي، مش هتحس بيه الا لما تتجوز وتخلف. ساعتها هتقول يابا وياما ياه انا اسف على كل لحظه ضيعتها وانتوا حزنانين عليا، انا اسف في كل جنيه انتوا شقيتوا واتصرف عليا، احنا نصرف على عيالنا دمنا، نشحت عليكم، نعمل اي حاجه في الحلال عشان نربيكم، ونقول يتعلموا يبقوا افضل مننا وما يشوفوش اللي احنا شفناه، لكن نشوفهم بيتميلوا وتساقطوا؟ لا، ما عندناش استعداد لده. يا اخي انت لو بتموت من الالم كل لحظه وانت في الديتوكس والسم بيخرج من جسمك، حس الالم ده مع امك وابوك ليل ونهارهم بيتالموا اكتر من المك 100 مره عشان انت ضناهم، انت البذره اللي بيطلعوها ليهم هم عشان تحميهم بعد ما يكبروا ويشيلوه. منين هتشني؟ منين هتراعيني؟ منين هتراعي ابوك؟ طب ازاي اما انت مش قادر تراعي نفسك؟
يا اخي شكلك وحش قوي، يا شكلك ايه ده؟ ايه الشاب اللي ماشي ده؟ ايه اللي قاعد على الرصيف بيتمايل ده؟ ايه اللي بيتساقط ده؟ ايه اللي ممكن عيل صغير يضربه بالقلم وياخد منه كل حاجه جواه لان هو مش حاسس باللي هو فيه؟ يا اخي شكلك وحش قوي يا اخي. يا اخي مين اللي هترضى تتجوزك ولا تحبك اصلا؟ هل انت مش من حقك تحب وتتحب؟ ولا ينفع تحب ولا تتحب. معانا مداخله ونرجع نتكلم تاني. الحاج سيد من سوهاج، السلام عليكم ورحمه الله. الو الو حاج سيد معانا؟ ايوه معاكم يا ستي، معاكم. ايه يا فندم، ازاي حضرتك؟ الله يخليك، الحمد لله. حضرتك منين يا حاج سيد؟ الحاج سيد ابو خليط من سوهاج البليانه. اهلا وسهلا بيك. يا اهلا بيك، يا اهلا وسهلا. يا ترى الصعيد لسه فيها العادات والتقاليد والحرص على الابناء وان مفيش ابن يقدر يطلع عن طوع اسرته؟ اكيد طبعا، اكيد العادات والتقاليد دي متوارثه عندنا يعني. اكيد طبعا. طب انت شايف شبابنا، شبابنا رايحين على فين يا حاج سيد؟ شبابنا والله يرجع كله للاسره. تمام. الاسره والحرص، الحرص على تربيه الابناء ربايه صح، ده بيطلع نشأة تمام يعني. تمام يا حاج سيد. اه طب تنصحهم يعني بايه؟ انا انصح والله يعني كل رب اسره يخلي باله من اولاده ويربيهم بالحلال بما يرضي الله ويعلمهم احسن تعليم قد ما يقدر يستطيع. تمام. صح كل حاجه غاليه وكل حاجه دلوقتي يعني المال والماديات غلبت، لكن برضه فيه مفيش حاجه اسمها مستحيل ابدا. صحيح. اه صحيح. شكرا يا حاج سيد للمداخله، اشكرك. بصراحه الموضوع بالنسبه لي مضايقني قوي، لاني جالي كميه تليفونات، كميه ناس الحمد لله من خلال الكتله تم تعافي 3000 حاله، بس كنا بنشوف حاجات غريبه جدا. ابتدى يمد ايده على مال مش ماله، ابتدى يبص لغيره، ابتدى عايز يجيب الفلوس باي طريقه، ابتدى مش همه اخد مصروف وانا عارف ان البيت ما فيهوش فلوس. انا مالي يا ابني النهارده هنعمل غدا وما فيش فلوس؟ انا مالي يا ابني، حرام عليك اللي بتاخده ده جهاز اختك. انا مالي بقت كلمه انا مالي ببقه، ما حاجه من الاتنين، يا هرتاح منك وارميك في مصحه يا هعمل ايه معاك. اب هيضرب كل يوم؟ طب وبعدين ايه الحل؟ صحتنا هتروح على ضربك؟ فوقه بقى، فوقه بجد، لان الخسران في النهايه انت. اب وام بيتألموا ماشي، لكن في وقت من الاوقات هيقول لك خلاص اعمل اللي انت عايزه، ابعد عن البيت، مش عايزك، مش عايز اشوفك. يبقى الخسران انت، خسران كتير قوي. صحتك ومالك انت مش هيبقى عندك مال، لانك هتبقى عاطل. مش هنقول بطاله، هنقول عاطل، لان محدش هيرضى يشغلك، محدش هيرضى انك تروح تخبط له على باب ويديك امانه اللي هي بنته، يقول لك ايه ده مين انت يا ابني عشان اديها لك؟ انت مين؟ حتى لو ابوك مين؟ انت شخصك مالكش لازمه عندي، لانك مش تعرف تربي عيال. طب ضحكنا على الناس ورحنا خطبنا، اتجوزنا ما شاء الله، خلفنا مدمن صغير ولا عيل يترمي في الشارع ولا زوجه تتطلق وعيل يتربى في حضن حد تاني ولا يترمي في دار ولا ايه؟ يعني كلك على بعضك برضو ولا ليك لازمه؟ معانا مداخله كنت اتمنى، طبعا انا بحبها لانها هي الروح المعنويه بتاعتي، ولكن هي حاسه بيا ان انا الحلقه كنا لسه بنتكلم انا وهي في مضمون الموضوع مع رئيس تحرير الاستاذ عصام عطا، فهي هتدخل معايا. الاستاذه دعاء محمد، صحفيه والاعلاميه المتميزه والصديقه الشخصيه. السلام عليكم يا استاذه دعاء. وعليكم السلام، ازيك يا استاذه اسماء؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. انا قلت ادخل اهديكي شويه. لا انت لسه كنا الموضوع بنتناقش. الموضوع يستاهل. اه ده حقيقي الموضوع يستاهل. اه والله، يعني انت شايفه الحالات قد ايه اللي اتعالجت، ووريكي الرسائل اللي جات لنا، وانت نفسك بتقولي يا ربي انا قلبي وجعني اسماء من اللي انت بتقوليه. ده حقيقي ده. لا وانا بشوف ده، انا لسه راجعه من بره حالا، فشفت منظر انا خضني والله يا استاذه اسماء. حقيقي شفت ولد واقف بيتكلم الحيطه. طب. شاب زي الفل، عينيه ملونه، طول بعرض زي القمر،
واقف بيتكلم في الحيطه، انت متخيله؟ تهيؤات. ولادنا بقى يحصل فيهم ايه؟ انا نفسي اسال بس سؤال واوجهه للمسؤولين دلوقتي عبر الشاشه بتاعتك، مين فضل. المسؤول عن ضياع ولادنا؟ صحيح صحيح. مين المسؤول؟ انا عايزه افهم ولادنا اللي بيقعوا تحت من ايدينا دول مين المسؤول؟ طب احنا بنشتغل، حضرتك بتشتغلي طالع عينك وانا بشتغل طالع عيني عشان خاطر ولادنا، مين المسؤول؟ مين المسؤول ان احنا الحاجات دي ما تخشش بلدنا؟ استاذه دعاء، الكيس ب 20 جنيه يعني لو طالب ابتدائي هيعرف يشتريه، عارفه يعني ايه ب 20 جنيه؟ 20 جنيه؟ اه ده ايه ده ايه؟ ما هو يعني مش كيس بيور بقى، ده عليه حاجات. عايزه اقول لسيادتك البودره الصراصير اللي احنا بنرشها في البيوت زمان بقت خلصانه من السوق عشان تتحط جوه الباودر ده الشادو. توليفه يعني بيعملوها الشباب هم اللي بيصنعوها؟ توليفه دمار، مش توليفه مزاج، ده مزاج الوهم. حسبنا الله ونعم الوكيل يا شيخه. مزاج الوهم. هو ده مزاج. ده احنا بنشرب كوبايه ميه ساقعه بنسكر. انا مش والله العظيم الواحد والله لا والله فعلا، ولا التهيؤات العيال تبقى ماشيه شايفه حاجات غريبه قصادها. هو بيستفاد ايه الشاب لما بيعمل حاجات دي يتعاطى ده؟ عايز يجرب بس ويحس ان هو بقى راجل بقى، وعارفه انت الجو ده يعني. مش عارفه بصراحه، انا وقفت مع الشباب وسالتهم قال لك احنا على ما يسمونه ان هو هرمون السعاده، مش لاقي شغل فعايز يضحك، فده بيسبب له اسباب لا من اسباب كلمة السعاده. ما فيش شغل في البلد دي، لا فيها شغل. طبعا دي النمله بتلاقي تاكل. بالظبط، ما فيش حاجه ده مش شماعه نعلق فيها اخطائنا يا استاذه اسماء، ده حقيقي. لكن في شغل، الشاب السوريين بيشتغلوا، السودانيين بيشتغلوا، الفلبيين لما بينزلوا مصر هنا بيشتغلوا، الصينيين بيشتغلوا، فما بالك يا مصريين اللي احنا دلعناهم. ده حقيقي، دي غلطتنا احنا. ده على ده حقيقي. اشكرك يا استاذه دعاء، بشكرك جدا للمداخلة، شكرا يا حبيبتي. ده حقيقي، النهارده تيجي الشاب عايز يبقى مدير، قبل ما يدخل يمضي الابليكيشن، طب وانا هشتغل ايه؟ هو انت هتدوني كام؟ طب يا حبيبي انت هتديني ايه؟ طب اعرف خبراتك ايه؟ طب انت لسه بتبدا حياتك؟ اوكي خليك معايا واحدة واحدة وربنا يكرمنا سوا. لا 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 لا، 2000 جنيه قليل قوي يا استاذة، انت عارفة انا بصرف كام على القهوة؟ نعم يا بابا، انا مالي ومال القهوة. ما تشتغل وتروح تنام عشان تكمل شغل الصبح عشان تديني مجهود عشان اديك مقابل. قهوة ايه؟ قهوة دي عندك خميس وجمعة عشان برضو ما نقفلش باب الرزق الانسان، طبعا مش ايدينا باب الرزق، ولكن خميس وجمعة ترفع. لكن قهوة ايه اللي في مجال شغلك وانت عندك شغل الصبح؟ ولا وانت بتجري بتشتري السيجارة وبتعمل حسابها كده وبتقول لا انا مش هينفع اصرف دول عشان دول هجيب بيهم بالليل المزاج. مزاج ايه يا عم؟ المزاج في ضحكه حلوه، في لمه، في لمه العيله، في اكله نظيفه ايا كانت، في خروجه حلوه مع اصحابي، اصحابي المميزين، هنضحك ونهرج. التهيسه اللي احنا عايزين نهيسها ههيسها بس بشياك، مش ههيسها وانا واحد ماشي يقول يا اخي اللعن، يا اخي خلي من يراك يدعو لمن رباك. حرام عليك، حرام عليك الناس الشقيانه دول، حرام عليك الست اللي بتبكي عليك ليل ونهار، خارجه بتاكل بتلمي عشان تاكل عيش وتجيب لك رغيف العيش، وانت بترجع تاخد منها عشان تجيب سيجاره تحرق بيها صدرك. عارف يعني ايه سيجاره؟ يعني بتتحرق. صح كده؟ معانا مداخله تليفونيه، استاذ اشرف مقدم برنامج على اليوتيوب. ايوه مساء الخير يا استاذ اشرف. مساء النور. اهلا وسهلا بيك يا فندم. بصراحة والله حلقة جميلة، وحلقة فعلا كان الواحد مفتقدها فعلا من زمان. ربنا طبعا الواحد طبعا من كتر الفضاء من الناس بقت طبعا فيديوهات والحاجات اللي بتنزل بقى، ناس بتتكلم بعضها اللي بتتكلم حيطة فعلا. يعني أنا في مرة كنت قاعد في تنجيد، واحد قام أبط في الرملة بيعوم من المخدرات والحاجات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أه والله، بس هنا في القصة بقى. القصة هنا إيه؟ يعني هنبتديها من ورا شوية. لو حضرتك بصيتي مثلا على المسلسلات الهنديه والمسلسلات التركيه والحاجات دي، كل دول تلاقي كل دول بيتكلموا على اثار بلدهم وازاي بيروضوا عنها وازاي بيعلنوا عنها، اذا بقى يجي لهم سياح كتير وحاجات كتير من كتر المسلسلات دي. أيوة. عندك هنا في مصر مثلا يجي الاثار بتاعنا، المسلسلات بتاعتنا بتطلعها ان هي بتشتري.
ايوه صحيح. طب ازاي؟ صح ولا لا؟ صح احييك. نخش من ناحيه المخدرات، المسلسلات والافلام دلوقتي تلاقي الشاب طالع قاعد في ديسكو عمال يشرب ومعاه بنت، والبنت بقت تشرب عادي، ده بقى يشرب عادي، اذا الشباب بقت شايفه ده عادي، اذا البنات بقت شايفه ده عادي. يبقى هنا عندنا الماده الاعلاميه بتاعتنا في المسلسلات والافلام لازم تكون بقى تغير بقى الدنيا دي شويه. صحيح. يعني عشان نوعي الناس، توعي ازاي؟ اه اجيب مخدرات في المسلسلات والكلام ده كله، بس في الاخر نهايتها ايه؟ ما تبقاش مطلع لي مثلا بنت بتذاكر في الثانويه عامة واخده قرص مخدر عشان تسهر طول الليل وتروح الامتحان، بقت البنات تعمل زيها. يعني من امتى بنشوف بنات بسجاره؟ ولا امتى بنشوف بنات بتاخد مخدرات عشان تذاكر والكلام ده كله؟ الا لما طلعت في المسلسلات والافلام وده كله. ده حقيقي. فيا ريت الماده الاعلاميه تتغير عن كده شويه عشان الموضوع بقى وحش قوي. حقيقي. يعني حضرتك انا ببقى قاعد ببص على الفيديوهات على اليوتيوب، ببص على حال الشباب اللي زيي والكلام ده كله. لا لا لا، ده حاجه بقت صعب 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 بجد. يعني الواحد حزين ان دي جنود مصر، حزين ان تبقى المسلسلات اللي طلعت احمد منسي والافلام اللي طلعت حرب كرموز والحاجات دي، حست يعني الناس شويه، فوقت شويه، وخلت الاطفال دلوقتي في المدارس والصغيرين كله بقى عايز لبس ظابط وعايز وعايز وعايز. يبقى هنا عندنا ايه؟ يبقى الفكره هنا ايه؟ المسلسلات والافلام لازم تكون زي الحاجات دي. صحيح صحيح. ومن أشكر حضرتك، شكرا لمداخله، شكرا يا استاذ اشرف. والله هو لفت نظر فعلا لموضوع برضه مهم جدا، واللي احنا كلنا لازم نكون على منبر بنقدم رساله هنتحاسب عليها امام وجه كريم، زي الشيخ على المنبر في خطبه الجمعه لازم بيقول الحاجه او بيقول الخطبه اللي تناسب العصر اللي هو فيه، رساله بيقدمها لشباب، لبنات، لاطفال، لكبار، ايا كان. نفس القصة، أفلامنا، مسلسلاتنا، برامجنا لازم تكون فيها نوع من أنواع الوعي. الوعي لمين؟ مال ابني وابنك وبنتي وبنتك، قبل ما نكون وعي للشباب بره. ما اللي انت بتعاني منه أنا بعاني منه، اللي انت خايف منه أنا خايفة منه. فلو احنا كلنا ما قدمناش الرسالة دي لبعض، طب ما العيال هيضيعوا، ما هم عندهمش فعلا وعي. النهاردة هقول لحضرتك حاجة أو المشاهد، من كام يوم كده قابلت شاب فبقول له يعني انت عامل ايه ايا كان اسمه، فبيقول لي والله يا طنط الدنيا مزنقه معايا شويه. فبقول له ايه مزنقه يعني؟ قال لي ماما بتديني مصروف على القد وبابا مضيقها ومش عارف ايه. والله الواحد بيفجر بقى ايه، يروح يتاجر في الحشيش. اول كلمه قلت له ياه، يعني هي دي اللي هتوصلك؟ قال لي اه يا طنط انت عارفه بيكسبوا قد ايه؟ قلت له بيكسبوا قد ايه؟ بص المنظور بتاعه واصله لايه، ان انا هجيب فلوس عن طريق تجاره حشيش. لو واحد سمعك من اصحاب السم الهاري هياخدك يستقطبك، يقول لك تعالى ده انت كده تمام، واد مميز ولسه بيور وابن ناس، يلا بقى يا تشيل عندك في البيت يا تقطع لي عندك في البيت وتعالى نبيع سوا وكسبك. بقيت انت بالنسبه له ايه يا معلم؟ خروف. عارف يعني خروف؟ يعني الذبيحه بتاعت العيد. هو يطلع باشا وياخد الفلوس ويسلمك انت تسليم اهالي. ادي غلطه كمان من غلطاتك اللي انت مش هتحسبها الا لما تقع في القاع. عارف يعني ايه القاع؟ المدمن لما بيجيب قاع بيقول الحقوني عالجوني، بس بعد ما ايه بقى؟ يتسجن ويترمي في الشارع وينام تحت الكباري واهله بتستلف والدنيا بترميه والمجتمع بينبذه، كده انا سلمت خلاص الحقوني عالجوني. طب يا اخي ما انت لازم تقع في القاع وتبقى مشبوه ويبقى عليك علامه استفهام، ما تلحق نفسك يا عم، ما تقعد في البيت، الحق نفسك. معانا مداخله تليفونيه، ام عبد الله من الاقصر. مساء الخير يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا استاذه. ازي حضرتك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله بخير، ربنا يخليك. انا بحييكي جدا على الموضوع اللي انت بتتكلمي فيه. ربنا يخليك. واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الموضوع ده ينتهي في اقرب فرصه، لان اولادنا كتير بيضيعوا فيها. اللهم امين يا رب. انا معايا ابن اختي متدمر. متدمر في موضوع شرب المخدرات ده ومش قادرين عليه خالص، سرقه بيسرق، نهب بينهب لدرجه امه معاقه وخايفين ان هو في يوم من الايام يقتلها. طيب حاجه تحزن. عارفين نعمل له ايه؟ ايه؟ عنده كام سنه؟ دلوقتي ماشي في 20 سنه. طب انا هستاذن سيادتك بس رقمك في الكنترول، ان شاء الله باذن الله نساعدك في موضوع العلاج بتاعه باذن الله على نفقه الدوله باذن الله. بمشيئة الله. الله يبارك في حضرتك يا رب ان شاء الله، ومتشكرين لحضرتك جدا. ربنا يخليك يا فندم، شكرا للمداخلة. حاجة تحزن. أدي وجع، وجع مؤلم، وأم مش هتقدر تقوم تضربه.
مش قادرة تجيب لنفسها هي كوباية مية، ايديها ورجليها مدمن، المفروض يراعيها مدمن. ليه؟ يا ريت، انا نفسي شاب كده يطلع يعمل معايا مداخلة، اقسم بالله اعمل له حلقة خاصة واجيبه هنا واكرمه على الهوا، يقول لي مبرر صريح وواضح للإدمان، يقول لي انه بيحل لي مشكلة. ما لو بيحل مشكلة كانت مصر كلها أدمنت. لو بيحل لي بيتي وبيخليني هادي واموري بتمشي كنا كلنا شربنا بقى. لو هيجيب لي فلوس ويخليني اعلمكم واصرف عليكم وادفع ايجارات وكده كنا كلنا شربنا. نفسي شاب راجل فعلا قد ان هو شرب سيجاره ايا كانت نوع المخدر يجي ويواجهني ويقول لي سبب مقنع، وانا اقول له انت كده صح وانا غلطانه في حقكم كلكم، ده الادمان ده 100 100، بس قول لي مبرر. لكن اللي انا شايفاه دلوقتي مبررك اللي هو هرمون السعاده، يا اخي ده ربنا خلق لك هرمون سعاده طبيعيه، تصحى من النوم بتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، وان انت قمت بصحه جيده تلاقي نفسك عندك باور كده وقايم تصلي ركعتين وتوضى ونازل لشغلك، قمه السعاده. ادي باور لوحده، ان انت تقعد في وسط بابا وماما وتضحك وتهزر ولو باقل الامكانيات، ونايم بين اربع حيطان متدفي مش في تحت الكوبري مش مسقط، ده قمه السعاده. يا اخي ان انت تخطب بنوته على قدك كده وبتحبها وبتحبك، ده قمه السعاده. تتمشى على النيل تاكل كوز ذره كده، ده قمه السعاده. ولا انت شايف السيجاره وانت عامل كده في الشارع هي دي السعاده؟ يا اخي راجع نفسك، بالله عليك صور نفسك واتفرج عليها. بتدخلوا على اليوتيوب بتقولوا ايه الاشكال دي؟ ما انت كنت كده امبارح، انت ما شفتش نفسك؟ هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون؟ مين انت؟ فاصل وراجع لكم. رجعنا لكم بعد الفاصل، وبعتذر لو الموضوع كان شديد اعصابي شويه، ولكن متهيألي مصر كلها او اي حد بيشوف البرنامج في الوقت الحالي مشدود معايا وحاسس بوجع كل ام وكل اب. ربنا يعافي اولادنا يا رب ويحميهم ويبعد عنهم شر انفسهم، لان النفس الاماره بالسوء وحشه قوي وشر اصدقاء السوء. ولكني معترضه على الجزئيه دي شويه، لان صديق السوء لو انا كويس ممكن اجره معايا في الخير يابعد عنه، لكن ما ينفعش ينفع يجرني معاه لو انا صاحب اراده، لان الاراده هي اللي بتمشيني، الاراده هي اللي بتشجعني. معانا مداخله تليفونيه من استاذ علي من المحله الكبرى. الو، تليفون فصل. طيب فالاراده، الاراده اللي بتخليني اشتغل، بتخليني اكبر، بتخليني اقوم من نومي سعيد، الاراده بتخليني ابعد عن اي حاجه تضرني، وبكررها تاني تضرني، لان اي حاجه بعملها جوه جسمي بتضرني انا. انا كأم بتألم، اوكي، كأب بتوجع، ماشي، لكن ألم الجسد والعمر اللي بيضيع والمحطات اللي عماله تعدي منك زي اللي راكب قطر وكل شويه تقول يا انا راحت عليا نومه وما نزلتش محطتي، وجيت نزلت في اخر القطر، بعد ما تنزل اخر القطر تقول يا ريتني كنت اندخلت من وقت كتير قوي، عبال ما ترجع هيبقى صعب عليك. معانا مداخله علاء من اسيوط. استاذ علاء. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك يا فندم. معانا واحد مش لاقي له مشكله في حكايه المخدرات يا فندم. حاضر يا فندم، تحت امرك. عنده كام سنه؟ هو عنده 45 سنه، جميع انواع المخدرات بياخدها. طب هستأذن حضرتك، سيب لي الرقم في الكنترول وانا هبعت لك، وان شاء الله باذن الله اتواصل معاك ويتم علاجه باذن الله، بس لازم يكون عنده اراده وعزيمه عشان اقدر ان هو يكمل معايا المشوار واوديه يتعالج باذن الله. اشكرك استاذ علاء. ادي المخدرات، 45 سنه فاضل من عمرك قد ايه وعدى قد ايه، هتعمل ايه في اللي جاي؟ ايا كان النهارده احنا بنقدر ندي زي زمان؟ لا،
فيا أخي أنت لسه الباب مفتوح قدامك، وربنا قال لنا خير الخطائين التوابين. أنت مش خطاء، ده أنت كمان إيه؟ بتدمر، بتدمر خلق الله. ربنا مديك صحة عمال تدمرها تفتتها، مع إن أغلى حاجة في حياتنا الصحة لا تعوض. وأنت يا تاجر المخدرات صدقني لو كسبت مال قارون خسرت نفسك وصحتك ودينك وربك، وكل الناس ناقمة عليك وبتلعنك ليل ونهار، فما بالك بقى عايز تبيع بيع، وأول ناس هتتضر أنت. مش عايز أقول لك ولادك، ربنا يعافي ولادنا كلها، عشان حرام ندعي على ولاد حد، ولكن أنت فوق حرام عليك شبابنا. بشكركم للمتابعة. طبعا الموضوع أنا حبيت إن أنا أتناقش فيه معاكم، ولاحظت ان في تفاعلات الحمد لله. صفحه حكايه ولاد البلد في انتظار كل رسائلكم وكل استفساراتكم، بحبكم جدا، وانتظروا طبعا الفقره اللي جايه مع كابتن طارق رياض، فقره جميله جدا مع كابتن لذيذه جدا عندها ثقافه عاليه. كابتن طارق في انتظاركم، وانتوا انتظروه، اوعوا تروحوا في اي حته، معاكم الفقره اللي جايه. تحياتي اسماء طنطاوي.